هذا اسمه سوادي، من حنطة السوادي من عندنا يعني منطقتنا. هاي الكبة النية، اللي بيحب الكبة النية بياكل منها. نسلقها ونعملها نص يا البرغل، بنقسمها بنص الكبة النية، لأن هاي برغلة غير يعني برغل البياضي. البرغل البياض الكيلو بمية وخمسين، هاي حقها 300 الكيلو. يعني اليوم نشرته، بكره بعد بكره بنزله، يعني ثلاث ايام، يومين يوم ثلاث، اذا شمس يومين، لا ما شمس تطلع يومين. لا انا اسمي لين الشلي، عمري 5 سنين، بشتغل مع ستي بالسليقة، بطحن معها واشتغل معها.